غادي نبطلوا ثلاثي بعد ثلاثة النهار ما حرقوا عليهم في البلد والشحارة وقالوا لي معناه الصافي ورحت غادي نبطلوا عشان أشوف الزيارة أنا غادي بالزيارة ولحد الآن دلوقتي أنا مش عارفة ابني فين فين هو إنسان يجوا الحوا يلا اللي عمالين يموتوا ويتبهدلوا ارحمونا ارحموا قلب الأمهات اللي هي قلبنا معصورة على عيالنا الدنيا بايظة في أرض العرب وعيالنا متبهدلين آخر بهدلة وراحوا خدوا التشريفة كملوا عليهم منعنا من الزيارة ولنا كمان 15 يوم لما تيجوا تزوروهم أنا دلوقتي مش عارفة أشكي مين أشوف ابني أشكي مين ولا أعرف إيه مش عارفة أعمل أي حاجة يا ريت حد يجي لني يقول لي إيه